مرحبا مشاهدينا التشبيق على شوف تي في. مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. كيف كتشاهدوا معنا في هذا الاثناء او لحظه نهايه السهره اللي كانت منظمه بساحه ماريشال لمدينه الدار البيضاء. استنفار امني كبير ديال عناصر الامن الوطني وقوة المساعدة وكذلك رجال الوقاية المدنية. انتم كتشوفوا عدد كبير ديال رجال الامن متواجدين هنا بجنبات المنصة اللي كان على كيتقام بها هذا الحفل ديال عدد من الفنانين من بينهم الفنان الكبير القصري الذي أحيا سهرة فنية رائعة تفاعل معها الجمهور البيضاوي بطريقة رائعة، وكانت قناة الشعب قناة شوف تي في حاضرة للحظة ديال بداية هذا الحفل حتى النهاية. إذن أنتم كتشوفوا استنفار أمني كبير من أجل الحفاظ على الأمن وطمأنينة المواطن المغربي، خصوصا في هذه اللحظات المواطن كيجي كيبغي أنه ينشط كيف كنقولوا يبدل الجو وباش يخرج ناشط ويمشي ناشط ويتعرض للاعتداء للسرقة. كاين تواجد كبير ديال رجال الامن ورجال القوة المساعدة ورجال الوقاية المدنية مشكورين على الخدمات الكبيرة اللي كيخدموها. ما نساوش بان من بين رجال الامن كاين عناصر ديال الشرطة القضائية بالزي المدني اللي كيتجولوا هنا بحثا عن اي شخص يقيس الامن والطمأنينة ديال المواطن المغربي. كما كتشوفوا عناصر القوات المساعده حتى هما حاضرين بقوه هنا في المحيط ديال المكان اللي تقامت به هذه السهره. الفنيه هنا بوسط المدينة بالضبط بساحة ماريشال. عدد من السيارات ديال القوة المساعدة اللي حاضرة في هذا الأثناء من أجل تعزيز التواجد الأمني هنا مكان او بساحه ماريشال، مكان الاقامه ديال هذا الحفل الفني اللي كيتقام من اجل خلق واحد الحاله ديال الفرجه ديال النشاط للمواطن المغربي خصوصا هنا لمدينه الدار البيضاء. تحيه كبيره لرجال الامن، تحيه كبيره لرجال القوات المساعده، رجال الوقاية المدنية وسود الوقاية المدنية، تحية كبيرة لهم على المجهودات الكبيرة اللي كيقوموا بها هاد الناس. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وإلى مباشرين آخر.